جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، حدثونا عن فضل قيام الليل جزاكم الله خيرا ووفقكم. قيام الليل فيه فضل عظيم، وهو أفضل أنواع التطوع المطلق. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين المتقين: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه: والمستغفرين بالأسحار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في هذه الآيات مدح لقيام الليل والمتهجدين الليل، ولأن الليل تنقطع فيه الشواغل، وهو أدعى إلى التدبر وحضور القلب، ولأنه أبعد عن الرياء إلى غير ذلك من الأسرار في قيام الليل. نعم.